اهلا وسهلا بكم. الحقيقه احنا كنا حريصين مشاهدينا الكرام ان احنا نبتدي فقرتنا دلوقتي بالكلمه التي القاها سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بالامس اثناء الاحتفال بعيد الشرطه اللي بتحتفل به مصر كل عام يوم 25 يناير. السنه دي هو بيحمل رقم 66. هذا الاحتفال زي ما كلنا تابعناه كان في اكاديميه الشرطه. والحقيقه ان الرئيس كرم اسماء مجموعه من الشهداء ومنحهم وسام الجمهوريه، ايضا كمان كرم مجموعه من الضباط المتميزين على تفانيهم في اداء العمل واخلاصهم في اداء الواجب لديهم ومنحهم نوط الامتياز. ووجه كلمه لم ينسى فيها اي احد، وجه للاباء والامهات والابناء والزوجات وكل من هو له علاقة بهذا الشهيد الطاهر. اسمحوا لي مشاهدينا الكرام ان احنا نبدأ حلقتنا دلوقتي بالترحاب بضيفنا الكريم سيادة اللواء محمد زكي مساعد وزير الداخلية الأسبق. برحب بحضرتك سيادة اللواء. أهلا بك. وكل سنة وحضرتك طيب. وانت بألف سلام. وحضرتك وكل جهاز الشرطة والداخلية كلها ينعموا بمشيئة الله بالسلام. وال يعني العمل اللي احنا عهدناه، يعني هذا العمل الدؤوب والمتفاني. الحقيقه كل سنه زي ما حضرتك عارف سياده اللواء يوم 25 يناير بيبقى عندنا هذا الاحتفال. لكن اشمعنى يوم 25 يناير يا فندم؟ لماذا تم اختيار هذا اليوم تحديدا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اسمحي لي حضرتك ان ابدا كلامي بتقديم تحيه الاجبار والاعزاز لكل شهداء الوطن. وان ادعو الله أن تتعافى مصر ممن يسعون إلى الحيلولة بين هذا الوطن وبين حلم مستقبل أبنائه في حياة أفضل. يوم 25 يناير سنة 52، إيه هي المغزى أو إيه هو مضمون هذا اليوم؟ أن هذا اليوم لم يكن أداء رجال الشرطة فيه أداء متفردا أو أداء بعيدا عن الجماهير، بمعنى أنه كان فيه أوضاع سياسية مضطربة في البلد، كان في إلغاء معاهدة 36، كان في الحركة الفدائية عالية جدا ضد قوات الاحتلال البريطاني في منطقة القناة، كان يشارك في الأعمال الفدائية رجال الشرطة، وذلك ليس فقط بالعمل نفسه ولكن أيضا بحماية وإخفاء الفدائيين وأيضا بتقديم اللازم من معونة سواء كان أسلحة وذخائر للفدائيين، وأصبحوا عبء وأصبحوا عناء يعاني منه أوضاع الجيش الاحتلال البريطاني، ولكن لم يكن يستطيعون أن يضبطوا الفدائيين. مين هو الفدائي الوحيد اللي محل إقامته ما تقدريش تغيريه؟ رجل الشرطة، محل إقامته معروف، وذلك أناب رجل الشرطة عن باقي أبنائه وطنه من المواطنين هناك في منطقة الإسماعيلية في أن يكون هو الذي تستهدفه أداة الاحتلال البغيضة، وأن ينتقل إلى مبنى الشرطة البريجادير إكسهام ومعه كمية من الدبابات والمدفعية والمجنزرات، الله، حاجة مش ممكن. وابتدوا يطلقوا يهددوا الأول المبنى ومن فيه بأن يغادروا المكان ورفضوا، وابتدوا يتعاملوا بالنيران مع هذا المبنى إلى أن سقط 56 شهيد وحوالي 80 جريح أو مصاب. ومن هنا ابتدت يحصل شكل من أشكال مش عايزين يمشوا، عايزين يموتوا، التعامل أو التفاوض. وكان يقود هذا التفاوض اثنين ضباط برتبة نقيب اللي هم كانوا موجودين ساعتها بالليل نبطشية، واحد ضابط اسمه النقيب مصطفى رفعت رحمة الله عليهما، والتاني اسمه النقيب عبد المسيح، أنا الحقيقة نسيت الاسم عبد المسيح ايه كويس. وتمكنوا من انهم يفرضوا رأيهم على القائد البريطاني الذي وافق على أن يخرجوا باقي رجال الشرطة من مقر عملهم في سور الطابور. أدى له البريطانيون التحية العسكرية خلال مروره، وده شيء معروف لأنهم أجبروا هؤلاء البريطانيين على احترامهم. من هنا
هنجد أن هذا التاريخ لم يكن تاريخ بقرار، لا، ده كان نتيجة أنه هذا المصري الذي يرتدي زي الشرطة كان يشارك مع أخوه المصري الذي لا يرتدي هذا الشيء الشرطي. ودي فلسفة هذا اليوم، وأنا بعتبره أنه هو كان بداية كمان للتفاعل والتصاعد بالحركة الشعبية والوطنية إلى أن وصلنا اليوم 23 يوليو سنة 52. يعني كان في بقى مجتمع بيموج بكل ما فيه ومن فيه من تفاعلات كلها بتنم عن غضب هؤلاء الناس، وده كان اللي تفرد به هذا اليوم، ولذلك اختير يوما للشرطة يمكن في سنة 54 تقريبا خلوا هذا اليوم يوم الشرطة. نعم تمام. طب سيادة اللواء، حضرتك شفت معانا يعني هذه الاحتفالية، وحضرتك أيضا كمان كنت حاضر فيها، وكنت مؤسس من أبرز المؤسسين لهذا المكان أساسا بالأساس يعني، وشفنا أن ده عدد كبير جدا مهول جدا من الحضور في هذا اليوم يعني، وحضرتك أشرت أن هناك مغزى وهناك قراءة لهذا العدد الكبير جدا احنا شفناه من خلال الكاميرا المتجولة لاحتفالية امبارح. ايه يا فندم المغزى؟ والله شوفي، هو ان يقام الاحتفال في الظروف الصعبة الاقتصادية اللي احنا بنكتزها دلوقتي، ده له مغزى. هذا المغزى ومعنى هو ان القيادة السياسية من نفسها حرصت على أن تكون متواجدة، ليس فقط كرئيس دولة ولكن كرئيس أعلى لهيئة الشرطة، لكي يتفاعل مع مختطفات ومندوبين من أبناء الشرطة في كل الوطن، ولكي يعبر عن قناعته بأنهم استطاعوا خلال الآونة الأخيرة أن يؤدوا واجباتهم بما تقتضيه عملية تأدية الواجب بكل صدق وبكل ما يطلق عليه أمان وأمانة، وأن يعبر لهم أنه يشعر بالفخر لهذا الجهد ويشعر بالامتنان لكل من قدم روحه في سبيل أمن وطنه وأبناء وطنه ومكتسبات وطنه. أنت عارفة طبعا أنه الحماية العامة للدولة دي مسؤولية الدولة الحكومة، هذه الحماية العامة المنوط بها وزارة الداخلية، هذه الحماية العامة بإمكانيات وزارة الداخلية ممكن يبقى النشاط يتجاوز التجهيزات الشرطية التقليدية اللي موجودة، فتتم الاستعانة بالجهة الأم وهي القوات المسلحة. وده كله اللي احنا شفناه خلال الآونة الأخيرة، وده كله اللي احنا شفناه أن هناك تكاتف وتعاضد في سبيل تقديم كل غالي ونفيس لخدمة أمن هذا الوطن ولخدمة مكتسباته وحماية أرضه وشعبه. نعم سيادة اللواء محمد زكي، الحقيقة إن إحنا بقالنا فترة وإحنا بنعاشر وبنكابد العنف. عندنا عنف موجود في الشوارع، والعنف ده مش بنشوفه عندنا فقط، ده إحنا بنشوفه أيضا كمان في كل الدول. أصبح العنف زي ما حضرتك شايف كده، ده لغة، دي سمة عصر. مش عارفين من البداية، هل هي الحالة من العنف اللي احنا بنشوفها واللي احنا بنزدريها جميعا هي البداية اللي ولدت الإرهاب، ولا حالة الإرهاب هو اللي خلانا نشوف عنف حتى يعني من الناس المواطنين العاديين بقوا يتصرفوا بعنف؟ بداية البداية من فين؟ هو المواطنين العاديين بيتصرفوا بعنف؟ بنتصرف بعنف. دي قاسية قوي منك. لا دي حقيقة. لا دي حقيقة والله. شوفي، عايز اقول يعني عشان نيجي نقول العنف، طيب نربط العنف بما يطلق عليه الارهاب. نعم. طب ما احنا نعرف يعني ايه ارهاب. تمام. انت عارفة ارهب في اللغة يعني ايه؟ يعني ازعج بالاخافة. ارهب ازعج بالاخافة، يعني عملت كده، ما لازم هعمل بعيني كده. طب انا حتى من غير ما اعمل، من غير ما توصل، انما ده ازعاج. مجرد الازعاج بالاخافه وليس ازعاج باشياء اخرى، ولكن هذا المعنى اللغوي. انما المعنى الاصطلاحي لهذا لهذه الكلمه اللي هي الارهاب لم يتفق
العالم كله على معنى أو تعريف للإرهاب. ليه؟ لأنه مرتبط بالمصالح الخاصة بكل دولة. يعني ممكن أنا أعتبر منظمة سين صاد دي منظمة تحرير وطني، وغيري يعتبرها منظمة إرهابية أو فوضوية كده هو. يعني زي جنبينا مثلا منظمة التحرير الفلسطينية، احنا كل الدنيا بتعتبرها إلا إسرائيل مثلا، وكان بعض الولايات المتحدة في بعض الأمور مثلا. فإحنا لازم الأول نقف على المعنى. أنا بعتبر أنه هي هنا المعنى هنا للإرهاب الاصطلاحي أنها حركة عنف منظمة ومتصلة بتستهدف مصالح دولة كويس، بهدف أنه أصل إلى نتائج سياسية غير السياسة المعلنة لهذه الدولة، من خلال الإجبار ومن خلال الإزعاج ومن خلال العمليات الشرسة العنيفة جدا. ولكن هذه العمليات بتجعلنا نصل منها الله. طب ليه؟ طب ليه في عمليات عنف؟ احنا لازم هنا بقى يبقى عندنا تقدم في المواجهة، وده اللي بيحصل حاليا، وده اللي حصل معانا في مصر، انه انت لم تكتفي بان تكوني جهد شرطي في ضبط مجرمين قاموا بعمليات، لا، انت دخلتي دلوقتي في سعي الى تكفيف منابع العنف من خلال منظمة انت انشأتيها اللي هي المجلس الاعلى لمكافحة الارهاب والتطرف. هذا المجلس الاعلى ده يدل على ان الدولة ناوية انها تخش على منابع العنف وتبتدي تجففها بالاسلوب العلمي المنظم من خلال نشاط هذا المجلس اللي بيبص العملية ايه هي مسببات هذا العنف، اللي هي عملية التعليم، عملية الاوضاع الخاصة بالبطالة، عملية الامية الدينية التي بتفرز اغرب انواع المفسرين من زاوية الهوى يحط السم في العسل، مع ان مصريين ناس طيبين عشان كده، بس ما بيقروش في الدين، فبيخلي حد يجي يروح يفتيله بقى وانت اللي هتعمل وانت اللي هتساوي، يبقى هنا بطالة. وضع التعليم يا خبر، التعليم ده مهم جدا، الأمية كويس، قال ايه تاني، قال القدوة والمثل في المجتمع، تعزيز امكانيات وتحركات بيت العيلة الممثل في الازهر والكنيسة المصرية، الاعلام، وده مهم جدا. ليه؟ لان انت دلوقتي الى جوار الامن، دي كلها حلقات، حلقات متشابكة في سلسلة تشكل سلسلة واحدة، هذه السلسلة هي الواجب المرور بها كلها في عمل تضامني، عمل موحد، عمل منظم بهدف البعد الاستراتيجي. في جزء الحلقة الأمنية، هي طبعا حلقة صعبة جدا ومهمة جدا وتقوم بعملها جدا، بس احنا عايزين بقى نوصل لما بعد هذا كله، ان احنا نجفف المنابع كله، لن نترك فقط للأمن ان هو يضبط الجريمة قبل بعد وقوعها او يمنحها قبل وقوعها. وده انا واثق في اداء رجال الأمن المصريين، مش عشان انا قعدت 40 سنة اشتغل في الأمن، لا، انا واثق لان انا عارف هما بيشتغلوا ازاي، وعارف هما بيبذلوا جهد منظم ومتصل. مش سهل انك انت تقدري تظبطي عمليه بعد حدوثها على طول مثلا، لا انت خدتي الاجراءات الاحترازيه اللي بيها تمنعي او بتصعبي مهمه الخصم في انه يقوم بعمل ضدك، ولكن عملت، حصل واحد انتحاري مثلا، واحد دخل وخلاص، يعني هتعملي ايه؟ ما انت عارف ان حركه بشر، وحركه البشر لازم تواجهيها باجراء يصعب هذه الحركه، ولكن مش ممكن تقدري تقولي انه هيروح مبطل ويمشي الا لما تجففي بقى كل منابع. وان شاء الله ده اللي انا شايف ان الدوله بدات تمشي فيه، وانا شايف ايضا ان المواطن عايزه، والمواطن ابتدى دلوقتي يسأم عمليات اللي هي الممارسات العنيفه جدا على الساحه، حتى هم كمان، حتى هي الممارسات بقت حاجه يعني تثير الاشمئزاز. يعني انا طيب، انا دول ناس وحشين، طب انا رحت الجامع اموت اللي بيصلي 300 واحد، اروح الكنيسه موت اللي بيصلي، ايه في ايه؟ فده يدل على هناك فكر بيحتاج الى تعقيم وتطهير، وفكر بيحتاج الى خط طويل، احنا ابتدينا في رحله الميل تبدا بخطوه كويس. وهنا الدور الاعلامي لازم يبقى اعلام بالميم مش بالنون، مش اعلام، اعلام بالميم. انا بقى اعلن يا اخوانا، في عندي سلوجر، في عندي هنا بتاع ده يافطه بتقول
انه لا عملناش عاصم الا في تمسكنا بوحدتنا الوطنية بسلامنا الاجتماعي وبحماية النسيج الوطني المصري. ودي نمشي بقى تحتيها لغاية لما هنوصل الى ان شاء الله اللي نقدر بيه نقول ان احنا تمكننا من تكثيف منابع العنف ونبتدي نلتفت بقى بالكلية لانتاجنا ولثرائنا الوطني واللي احنا نستحقه بقى. تمام. طب حضرتك يا فندم ذكرت يعني كيانات ما كانتش موجودة، يعني أسماء يعني جهات ما كانتش موجودة ولكنها اطرحت علشان بالفعل تقوم بهذا الدور، وهو تجفيف الإرهاب من منبعه، أو إن أنا حتى وإن هذا الأمر حدث إن أنا أقلل من مخاطره أو أقلل من تأثيره على المجتمع. حضرتك ذكرت أن هناك المجلس الأعلى لمجاهبات ومكافحة الإرهاب والتطرف وما إلى ذلك، ذكرت أيضا بيت العائلة، هذه كيانات ما كانتش موجودة، ولكن إلى الآن إحنا كمواطنين أو يمكن هذا الدور الإعلامي لم يلعب هذا الدور المكثف أننا نفهم بالضبط كيف لنا إحنا كمواطنين إحنا نتعامل مباشرة مع هذه الجهات. أكيد زي ما حضرتك أشرت أنه لابد أن يكون هناك دوائر متصلة علشان الكل يقدر يؤدي عمله، مش الشرطة ولا المنظومة الشرطية هي اللي هتقدر تعمل ده، ولا التعليم لوحده ولا كل حاجة، لازم ربط سيادة اللواء. يعني شايف الأمر، يعني هذه الكيانات اتعملت وكنا ده هايل جدا، ولكن أكيد في نقص. أكيد ما فيش نقص، هو دي عجلة بتدور، أول دورانها بيبقى صعب ثم تنطلق. المهم انك انت يكون عندك الشخص القادر على التفاعل مع باقي المجتمع اللي حواليه والمقنع والقادر على الاقناع، يكون عنده وسيله الاقناع موجوده، وهو لازم يكون اول واحد مقتنع بيها. يعني انا بعتبر بالنسبه للتعليم مثلا مدرس الابتدائي ده اهم شخصيه، اهم مخلوق في العالم مدرس الابتدائي. انا ما يهمنيش مدرس الثانوي، مدرس الثانوي ممكن يبقى باي شهاده متوسطه حتى بيدرس، انما انا بتكلم في درس ده لازم يبقى جامعي وتربوي، ولازم ايضا يبقى محصن من حيث الدخل، ولازم ايضا يبقى محصن من حيث اسلوب المعيشه الذي يستحقه. ده بيطلع جيل كامل. لا، من اول اماطه الاذى عن الطريق صدقه، ده تعليم، ده حاجه مهمه جدا. يعني الطريق مهم جدا والشارع ده مهم جدا، وبيعكس لك مدى أهمية. المصري متعود على الشارع، متعود على أنه يجد الأمان، متعود على أنه ينزل في أي وقت يلاقي خدماته موجودة وما فيش مشكلة خالص فيه. فدي لازم نستغلها، لازم نستغل أن إحنا اتعودنا على أن نكون آمنين في ممارستنا للحياة كويس. فلازم نستغل هذا ونبتدي. أول ما هنبتدي، وأنا شايف أن زي ما الدولة ابتدت بالمجلس الأعلى، زي ما الدولة ابتدت ببيت العيلة، زي ما الدولة ابتدت بالفكر الإعلامي اللي موجود، اللي من غير يعني صياح وضجيج لا ده مقنع. أصلا أنت مهما زعقتي وصيحتي ففي وقت من الأوقات هتخلص الزيطة اللي عندك. وإنك طبعا بتزهق. المتلقي هيزهق، المتلقي مش هيشوف ومش هيزهق. ده بمنتهى البساطة دلوقتي ما شاء الله كبسة زر على رأي الشوام. بتغيري اللي انت عايزاه. آلية التصدي بقى سيادة اللواء، آلية التصدي، المنظومة اللي بتشتغل لمكافحة هذا الشيء أو هذا الخطر الداهم لأي مجتمع، ده هنتكلم عنه. ولكن أنا بدعو حضرتك طبعا والسادة المشاهدين إن احنا نشوف سيادة الرئيس أثناء عملية تكريمه لأسماء الشهداء، وأيضا كمان مجموعة الأطباء المتميزين في تفانيهم في عملهم. هنشوف ده ونعود مرة أخرى إلى حضرتكم. تكريم الضباط. تفضل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح عدد من أعضاء هيئة الشرطة أنواط الامتياز تقديرا لعطائهم وإخلاصهم في عملهم. أولا، نوط الامتياز من الطبقة الأولى، لواء عبد المطلب الدسوقي عبد المطلب مساعد وزير الداخلية لمنطقة سيناء. Thank you.
لواء مصطفى محمد عبد العالي النمر مدير أمن الإسكندرية. حاضر. لواء عادل السيد عبد العزيز جعفر قطاع الأمن الوطني. لواء محمد عبد العزيز علاء الدين قطاع التفتيش والرقابة. فندم. لواء شريف فتحي عبد الرحمن الإدارة العامة لشرطة رئاسة الجمهورية. فندم. لواء علاء فاروق بيومي سليمان قطاع الأمن العام. عميد حمدي محمد حمد أبو شناف مأمور مركز أبو رقاص بمديرية أمن المنيا. شفنا مشاهدينا الكرام طبعا هذا الجزء من تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي للضباط المتميزين، وشفناهم طبعا بيديهم او بيمنحهم نوط الامتياز، والحقيقه شيء يعني يستدعي الفخر زياره اللواء محمد زكي مساعد وزير الداخليه الاسبق، شيء يخلينا فعلا نحس ان لا ده احنا عندنا جهاز كل من فيه يعني كتيبه لوحده بتدافع عن الامن، وهدفها هي بس استقرار الأمن. احنا توقفنا عند جزئية سيادة اللواء وهي الآلية اللي بتتبعها دلوقتي وزارة الداخلية، سواء بقى من أجهزة حديثة أدوات إعادة تمرين الضباط مرة أخرى، لأن الخطر بيتجدد وبياخد أشكال أو بيتحور، إذا جينا اتكلمنا على يعني الأنماط المختلفة بتاخد أشكال مختلفة، فبالتالي لازم يبقى هناك نوع من أنواع التدريب، ولا الأمور بتمشي إزاي سيادة اللواء؟ لا هو شوفي، هو زي ما قلت لك، اذا ما كان القاضي مكتبه فرجل الشرطه شارع، والشارع ده شديد التغير. مش هقول لك بس الشارع في المدينه غير الشارع في القريه، غير الشارع في الساحل، غير الشارع في المنطقه السياحيه، غير الشارع في المنطقه الزراعيه طبعا، ولكن الشارع بيجمعه حاجه واحده مهمه جدا، وان في بشر، وانه العنصر البشري هنا اللي مسؤول عن العمل الشرطي، فهنا ده أهم ركيزة بتستند إليها الجهود الأمنية، ولذلك هنجب نفسنا بنتابع إعداد البشري لهؤلاء الناس، سواء كان في أكاديمية شرطة في بداية نشأته بيطلع منها شخصية معقمة ما شاء الله زي الفل، كويس، بينزل على مواقع العمل المختلفة، بيتعرض لأغرب أنواع من التعليم اللي ممكن تتخيليها. يعني أنت بتتخيل أنه شاب صغير لطيف جدا وداخل مرة واحدة بيجد نفسه قدام كل المشكلات المجتمعية وقدام كل الطبائع البشرية اللي منها طبعا بيبقى اللي بيشوفه اللي بيبقى بيمارس أعمال شريرة، بيمارس شر، بيمارس نوع معين من الجريمة وإلى آخره، فبيتنمو مداركه في هذا الاتجاه وبيبتدي يكبر، فتلاقي ان الشرطه عندها في اكاديميه الشرطه معها تدريب ضباط الشرطه،
كويس، ده بيبقى بيدي مسؤول عن الإعداد الأولي، القيادات الأولى اللي هي بيبقى نقيب، هيترقى نقيب خلاص أو بقى نقيب، فيها تخصصات زي البحث الجنائي. البحث الجنائي ده مهم جدا في الإعداد، وبعدين بيبتدي يطلع فيه قيادات وسطى، بيبتدي ياخد السكة بتاعته بقى الخاصة بأنه هو يبقى رئيس أو مدير إدارة صغيرة، مأمور قسم، مأمور مركز، وهكذا بيخضع للتدريب. ثم القيادات الإشرافية أو المستويات الإشرافية الكبرى، ودي أيضا لها تدريب قيادي، وبيتم برضو في كل الدراسات العليا في أكاديمية الشرطة، بالإضافة إلى الجهود الخاصة بالتفاعل رجل الشرطة العلمي من خلال مركز بحوث الشرطة ورسائل اللي بتتم، الرسائل العلمية اللي بتتم ومعترف بها ومعتمدة من الجامعات، مجلس أعلى الجامعات. كل ده لا يمكن أن يغنيك عن التفاعل البشري الخاص برجل الشرطة مع تجهيزاته، هو مجهز بإيه، مسلح بإيه، كويس ملقن إيه اللي هيعمله، وفق خطة بيعملها هو برضو. هذه الخطة بتكون واضحة المعالم، محددة التوقيتات، محددة المسؤولية واضحة، يعني في توزيع مهام وتوزيع مسؤوليات مش فقط مهام، وبعدين في رقابة وتفتيش، انه لو حصل خطأ الرقابة والتفتيش بتبتدي تشوف وتحاسب، ومش بس بتحاسب انها بتقول ان ده وحش ياخد، لا بتقول ازاي نتلافى هذه الاوضاع السلبية، وازاي نوصل لاسلوب اللي هو يخليهاش تكرر مثل هذه الامور علينا تاني، وتوزع كتب دورية بهذا الشكل. فشوفي حركة التفاعل مع البشر حركة دائمة ودائرة بشكل 24/7، يعني ما بتبطلش لا في اليوم ولا في الاسبوع ولا في يعني يمكن النهارده هو مش ده عيد الشرطة، طب قولي لي بقى مين اللي واخد اجازة في الشرطة؟ ابدا زي يعني الاعلام يا فندم ما بياخدوش اجازة. ما هو شوفي على فكرة انت قلتيها دي كلمة مظبوطة جدا، انت عارفة انه الامن والاعلام زي بعض في حاجة، انهم بيتداولان في ايه؟ في فلك الحس الجماهيري. يعني انا لو في الاعلام مش هحترم عقلية الجمهور انسي، ماليش لازم. اه ممكن يبقى كده بريق شوية وبتاع ومش عارف ايه، بس هذا فقاعي بيمشي. الامن والاعلام يدوران في فلك الحس الجماهيري، ما تقولي الحد كده يبص لي كده ولا كده جني ده ولا ايه، لا لا ده هو ده فعلا. تخيلي انت كده وانت ناشيه، وبعدين لعلمك هو يعني ما هو الرجل ده ما بيروح بيتهم، طب ما البيت وحبايبه مش عايش لوحده، يعني برضو مشاكل المعيشية كلها بيعاني منها، بيعاني من كل ما يمكن، الولد شاط الكرة قطع الجزمة اتنين ومش عارف ايه، وبعدين مش عارف ايه مجموعة كذا دروس كذا مش عارف ايه. ما هي لازم تحس، لازم تعرفي انه ده اخوك وابنك وجوزك ووالدك و مش جاي من فراغ. انا عشان كده بركز دائما على الانسان، والانسان ده اعز ما يملكه اي وطن. صحيح، نعم. بما ان حضرتك ذكرت الحس الجماهيري اللي بيتفاعل مع رجال الشرطه او الاعلام زي حضرتك، ما يعني الحمد لله سويتنا ببعض يعني. لا بس انتوا فين بقى، ده انتوا حاجه فل قوي. احنا متدلعين شويه قوي. يعني هنا لازم يبقى في سؤال بيطرح نفسه بقى سياده اللواء، وهو رؤيه رجل الشارع لرجل الشرطه اللي بيتفاعلوا بقى مع بعض. هل هنا بعد الثورة، وحضرتك عارف ان هناك منطقة كان بيتحدث عنها رجل الشارع كانت بالنسبة له منطقة مظلمة، يعني شايف ان رجل الشرطة بيتعامل معاه بطريقة لا ترضيه، وهناك بقى طبعا في قنوات فتحت بقى ملفات وبدأت تصطاد في هذا الماء العكر، فبالتالي في فترة كده تلوثت هذه العلاقة. بعد كده مشينا 7 سنين إلى أن وصلنا إلى هذا اليوم، كيف تقيم هذا التفاعل ما بين الجمهور وما بين رجال الشرطة؟ يعني هل تغيرت النظرة؟ الأمور عملت إزاي؟ شوفي أنا عايز أقول لك على حاجة، لا يمكن أن تصدري قرارا جمهوريا باعتبار المطربة سين صاد ميم أم كلثوم القرن 21، ولكن العملية شمولية
أم كلثوم عشان يبقى أم كلثوم، عشان تبقى أم كلثوم محتاجة كلمات، محتاجة لحن، محتاجة أداء، محتاجة جمهور يتقبل هذا النوع من الفن. كويس، شوفي ازاي كلها كانت تيجي مع بعضها. لا يمكن ان اصبح اقول الصبح ان رجل الشرطه اصبح راجل شخصيه عظيمه جدا طبعا. ليه؟ هنا زي ما ام كلثوم محتاجه قوه شرائيه عشان تشتري كاسيت او تشتري الاسطوانه وقتها، او عشان تسمع ريكوردر مثلا وقتها، زي ما انت لازم تعرفي حاجه مهمه جدا، انه الشعور بالامن هو المحرك الرئيسي للرأي العام في اعداد شكل وصوره لرجل الشرطه. مش قرار، ولكن انت بتشوف انت عايزه هذا يمثل ايه. انت عارفه انا مثلا نفسي احلم بايه؟ بحلم بايه مثلا؟ ان انا امشي في ميدان التحرير الاقي عسكري واحد ماشي يتمخطر ولابس لبسه في منتهى الوجاهه وحاطط ايده ورا ظهره وبيعمل كده للعربيه، لو اقف يقف على طول رغم ان الاشارات كلها اوتوماتيك. لكن في عربيه اغاثه، عربيه مش طب انت يعني لما بيبقى ده، انا ببقى قلبي يعني لما بشوف عربيه مطافي ومش عارف يمشي من الزحمه حواليه ومحدش بيديله سكه ومحدش عارف يديله سكه. طب المطافي ده رايحه فين؟ ها ما رايحه سبحان الله، ما اكيد في مشكله. فانا بقول لحضرتك هنا ما فيش قرار ينفع، انا بقول لك في تفاعل تام من اول اماطه الاذى عن الطريق الصادق لغايه ما نوصل لاعلى مستوى وهي الشهاده. وانا نفسي استغل فاضل لي قد ايه، امشي على طول، استغل وجودي عندك واقول لك انه احنا لازم ندفع المواطن دفعا الى الا يبخل لي على رجل الامن باي معلومه. بمعنى من هنا بقى انا اليوم هيروح بقى المواطن طوعيه واختيارا يبلغ عن اي حاجه شافها غريبه غير قانونيه، انسان جه سكن في شقه مفروشه جنبه ما بختاروش بيه، ايه دي؟ يروح الراجل طوعيه واختيارا وهو يعلم انه يؤدي خدمه للوطن لانه قانع بعداله موقف هذا الرجل الشرطه من العمليه اللي بيمارسها كلها. عايز ان المواطن لا يبخل بما يراه او يشاهده او يشعر به على رجل الشرطه. واوعى يفتكر ان انت مثلا معلومتك بسيطه، لا بالعكس، انت تديها له وتتعاون معاه وبعد كده كل ده هيثبت لنا بقى انه ده شخص مطلوب ومرغوب في وجوده وشخص نأمن على أنفسنا وعلى أولادنا وعلى مكتسباتنا معاه وبيه، وشخص أنا ده أنا بقوله الحقني. فاكرة الأفلام الفيلم بتاع نجيب الريحاني وهو طالع من البتاع ده، يا شويش يا شويش يا الساعة كام؟ شوفي المنظر بتاع نجيب الريحاني هو بيستغيث بالشويش والشويش وقان لإغاثته، ما لم يكن هناك الطرفين عايزين بعض. مش هينفع. تمام. الشويش ده العسكري اللي حضرتك ذكرته دلوقتي وقلت نفسي يبقى متباهي وسعيد وبيتمخطر وان حياته يعني سعداء، يعني هو يعني مكتفي بكل شيء ولديه من الاليه اللي موقعه بتحتم عليه ان هو يعني يدي امر ورجل الشارع ينفذ ويلبي، بكل احترام لوجود هذا العسكري اللي هو تقريبا اصغر وحده في هذه المنظومه. ولكن مش اصغر الهيبه دي، الهيبه دي عشان صغير علشان يمثل السلطه التنفيذيه ويمثل ما يطلق عليه بانفاذ القانون بيسموه لو انفورسمنت. هذا الممثل انفاذ القانون. انا مش بتعامل معاه لانه احمد او حسن او كمال، لا أنا بتعامل معاه لأن هذا الرجل مسؤول عن حمايتي وأنا مقتنع بمسؤوليته عن حمايتي وأنا أعاونه في هذه العملية الحمائية اللي أنا بستفيد منها في المقام الأول. هي عملية مترابطة، مش ده لوحده وده لوحده أبدا، يعني ما جيش أقول دي أم كلثوم، لا يمكن. لازم تتاح لها كل الأمور الأخرى من اهمها البني ادم اللي هيسمعها. ده كان موجود عندنا زمان سياده اللواء. حضرتك قلت ان نجيب الريحاني هو بينادي يا شويش، وكان يعني اعظم من ممكن يتكل عليه ويتسلق هو الشويش، ما فيش حاجه في مخيلتنا حاجه اخرى. الدنيا اتغيرت،
الثقافة اتغيرت، بقينا نتهاون بكل شيء. هنا ناقصنا ايه؟ مش ناقصنا حاجة، احنا ناقصنا فقط ممارسة التلقين التعليمي والتعليم الديني ومواجهة الأمية الدينية. ده كل ده يا ستي، احنا في مجتمع، والمجتمع أساس قيامه ونبوغه هو الشعور بالأمن. لازم ان احنا كلنا بندور في فكر واحد، وهو ان احنا لازم الأسر التي ننتمي إليها، لازم أولادنا، لازم أحفادنا إن وجدوا يعني، لازم يكون إحنا بنلقنهم بيعني إيه الوطنية، ويعني إيه الانتماء الوطني، ويعني إيه المواطنة، وكل ده بيجي مع بعضه يا سيدتي الفاضلة. ما ينفعش إن أنا أقولك إزاي، لا مش هيطلع قرار جمهوري أقولك هوب هذا الرجل مش مهاب، لا مش مهاب. ما ينفعش، إنما لازم تيجي من داخلنا ان احنا جايبين الرجل ده عشان يطبق القانون، وعشان يصبح رجل محترم، وعشان يصبح رجل له وجود فاعل في مجتمع، وهو ما يكونش ايضا قلقان وما يكونش تعبان. تمام كويس، ما هو شوف ده انسان لحقوقه طبعا، زي بالظبط لحقوق الانسان. طب ما حقوق الانسان الشرطة فاهم ازاي، ولكن كل ده في المجتمع جاي. يعني انا شايف انه جاي، انا متفائل جدا بالنسبة أن المصريين طبعا دول حياتي، أنا بعشق كلمة المصريين، وأنا متفائل جدا بأن المصريين يستطيعوا أن يصلوا إلى الكثير، والكثير ممن لا يمكن أن نتخيله دلوقتي. لا هيوصل، هيروح وهيجي. ده أنت عندك معالم، طب الله أنت مشوفي مستشفى 57 من 57، إيه العظمة دي، إيه الجمال ده. طب هي بجهود مين؟ بجهود المصريين. تمام شفتي بقى. تمام فإذن ده تصديقا فعليا. هنا حضرتك برضو رميت الكرة مرة أخرى لملعب التعليم. حضرتك قلت إن احنا نعلم يعني إيه مواطنة في مناهج يا فندم ألغيت من التعليم الإلزامي والرسمي، مناهج ليها علاقة بالمواطنة. يعني الحقيقة أنا مع الأسف أنا مدرستش في مصر، لكن أنا أفتكر إن يعني أهلي كانوا بيقولوا إن في حاجة كانت بتعلمنا ده، إن حاجة اسمها تربية قومية، مش كده يا فندم؟ دي كانت بترسخ وكانت بتؤسس، وكان المدرس بيقف يشرح ويبدع فيها، وكان الطلبة بيتلقوها بمنتهى الأريحية. الحاجات دي راحت فين؟ أنت قلت المدرس برضو. ما هو الإنسان يا ستي الكل ده، أنت عندك هنا جنبك هنا بتاع المتحف الزراعي، طب والنبي تقولي لي مين اللي راح؟ كم واحد؟ ها؟ ده المتحف الزراعي ده هنا من سنة 1929 وعظيم جدا، عشان غاوي مصر يعني، ومقدر دوليا، لكن احنا مقدر دوليا طبعا. طب المتحف المصري النهارده عملية نقل تمثال رمسيس الثاني، النهارده الصبح، ده انا كنت قاعد وجبت اللي حواليا، كان عندي احفادي بيزوروني بيتين معايا، وجبتهم وقعدتهم وقعدنا نتكلم ونتداول. ايه ده؟ طب وازاي ده؟ كان فين ده؟ كان منقول نقل من متر هنا سنة 55 لمقر محطة مصر، اللي سميت محطة رمسيس على اسمه، وبعد 2006 اتنقل علشان الاوضاع الجديدة، دلوقتي داخل على مقره في المتحف الجديد، المتحف المصري الجديد. الله ايه ده؟ ده ايه ده؟ ده طوله قد ايه؟ ده مش عارف قد ايه؟ ده كبير صغير؟ ده جرانيت؟ طب وجرانيت جابوه منين؟ دي كل بلد، بس لازم كمان يروحوا يشوفوها. يعني شوفي انا ببقى حريص على انك انت من غير ما سياده اللي هو احنا عندنا صوره هي بتوضح عمليه نقل التمثال، بس سياده اللي هو اساسا في ناس كتير قوي في مصر ما يعرفوش ان في متحف جديد بيتعمل في ميدان الرمايه هنا بقى اصلا. انت بتقولي على ايه؟ دور كنتوا بقى نبتدي مش عايز بقى بنرمي برامج الاعلانيه انه ولد توت عنخ امون في يوم كذا سنه كذا وتزوج مش عارف، هذا المنهج القديم، ده كلام ما ينفعش. انما شوفي بقى عمليه الابهار نفسها، عملية المشاركة نفسها، عملية الـ يعني اني انا اشعر بالفخر من هذا الوطن، هذه العملية الفخر بالمواطنة دي اهم حاجة. انت بتقولي ايه ده؟ يعني ده احنا عندنا ما يبعث الى الفخار يا ستي. الله حرب 73 في حد في الدنيا يقول
انه الميه تدوب خط بارليف. طيب مين اللي عملها؟ مصريين طبعا. كويس. طيب في حد في الدنيا يقول انك انت كمصريه توقفي حركة سياسة الشرق الأوسط الجديد يوم 30 يونيو؟ أيوة. مصري نزل الميدان وجمده سياسة جمدها. نعم. لأنها حوالينا شغالة ليبيا وجنوب والسودان وخلافه حوالينا شغالة. وقفنا حركات الدومينو اللي عارف اللعبة دي وقفنا عندنا هنا مصري ونزل. نعم. وروحتي وجنتي العالم. لا تقدري تعرفي وتقدري تعملي كل حاجة. إذا الدور الداخلي ده اللي احنا بنحلم بيه يا فندم ده سهل وأهين بكتير من الأدوار اللي احنا عملناها. سهل بس لازم ياخد وقته. لازم نبقى عارفين انه بياخد وقته. يعني معلش يعني احنا بنلتمس العذر للكثيرين، بنلتمس العذر لأنه لازم تعرفي انه ان انت تقتنعي بحاجة وتلقنيها للآخرين وتوصلي انك انت تغرزي حب هذا الوطن داخل جيل واتنين جايين بعديكي. يعني ان شاء الله هتبقى كده ان شاء الله. اخر حاجه احنا ممكن نكون وصلنا لها سيادة، انا عارفه طبعا حضرتك يعني وقتنا طول مع حضرتك، بس طبعا لان ده موضوع مهم جدا ولازم نستغل وجود حضرتك معانا ونتكلم على جزئيه وهي الارهاب الفكري. احنا ما اتكلمناش عن الحكايه دي خالص وحضرتك ذكرتها ضمن الكلام، قلت حضرتك الفخر، وهناك من الآن موجات كبيرة قوي هي هدفها تحطيم كل ما هو داعي لينا للفخر، تحطيم أسماء كبيرة قوي زي صلاح الدين مثلا، زي مثلا رؤية مختلفة غريبة لزعيم عبد الناصر، زي حرب انتصار أكتوبر. هناك من أيضا كمان يشككون، لدينا آليات في التشكيك. والله ولدينا آليات في التشكيك يا فندم. أعتبر أن ده إرهاب فكري برضو، ده من ضمن الحاجات. طبعا هو ده يعني خارج نطاق آليات الشرطة، ولكن حضرتك بتتكلم بروح الخدمة الوطنية. نعم. عملية تكاملية سلسلة. نعم. يعني مش قادر أقول. أنا كنت يعني بحكم طبيعة عملي كنت ببقى بمشي كتير قوي في مواقع كتيرة، فكنت كل ما بطلع على كوبري السلام اللي هو بيوصل من الأنطرة للأنطرة الناحية التانية في آسيا، ما هو دي آسيا ودي أفريقيا كويس، كنت بحط شوفي احنا ماشيين على كوبري السلام، كوبري ده انجاز، ده 70 متر ارتفاع معروف يعني. وشوفي كام حد ضحى بروحه عشان اوصل الناحيه الثانيه، وانا رايح يمكن علشان خاطر بسرعه بقى، علشان خاطر الحق ايه اوصل العريش اتفرج على غروب الشمس. ما هو برضه لازم الواحد يشوف حته، يعني مش رايح اشتغل بس. أيوة. انما ما يجراش حاجه انما اشوف 10 دقائق غروب الشمس. روحيا نفسيا كنت بقى شاعر بالفخر وانا بعبر بقى العربيه فوق كوبري بمنتهى البساطه. يا نهار ابيض، شوفي كام واحد ضحى علشان خاطر تحت ده انزل له انا بمنتهى الهدوء كويس، ويمكن اتضايق لو في مطب ولا حاجه. سبحان الله. يعني لا، فهي العمليه انا واثق في مصر، واثق في المصريين، واثق في ان احنا حننال ما نستحقه، لان احنا دلوقتي فعلا في اول الطريق، واول الطريق بوضوح. واحتفاليه عيد الشرطه زي ما انت قلتي برضو بتقول لك على ان هناك قناعه بعداله الموقف، ان في اخطاء ده لازم طبعا. انت تاخدي شغاله طول النهار في الشارع لازم هتخطئي طبعا. ده ناموس البشر يعني. ناموس. نعم. كويس انك انت قلتي ناموس البشر، في ناس مش هتفهمها بقى دلوقتي. لا احنا على الرغم من ان متابعينا فلاحين ولكن لا الفلاحين مالهم، الفلاحين احسن ناس. احنا سعداء جدا بهذا اللقاء، وانا سعيد برضو. والحقيقه يعني كلمات مهمه قوي احنا عايزين نعمقها، وساعدنا فيها سياده اللواء النهارده في هذا الدور الاعلامي اللي دائما بيرمى بالجمرات. الحقيقه احنا بعيدا عن هذه الساحه او هذه التورته الاعلاميه لدينا دور احنا مؤمنين بيه وكفيلين بيه. والحقيقه يعني سياده اللواء هو كان في البدايه بيقول يعني هذه القناة يعني خاصة فقط لشريحة معينة، ولكن يعني هذه الشريحة وسيادة اللواء أيضا كمان مؤمن بوجودها وبفعاليتها في المجتمع،
مهمة جدا، وكان مهم قوي ان احنا نديهم هذا الغذاء المهم قوي في هذا اليوم اللي احنا كلنا بنتشرف به، يوم 25 يناير، عيد الشرطة المصرية، عيد البواسل اللي بيدافعوا عن الداخل واستقرار الداخل. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا سيادة اللواء محمد زكي مساعد وزير الداخلية. شكرا. مشاهدينا الكرام انتظرونا فاصل قصير او قبل اللقاء بتاعنا ان شاء الله. احنا هنتفرج دلوقتي على فيلم تسجيلي هو عنوانه خدمة وطن. هذا الفيلم يعني انتجته الداخلية المصرية، وطبعا يعني بلورته بهذا الشكل اللي احنا هنشوفه، وبعد كده سنلقاكم بمشيئة الله واحتفالات ثورة 25 يناير. العلم، الخلق، الواجب، أول ثلاث حاجات بنتعلمهم في الكلية وبعدها بيبقوا كل حياتنا. أنا زيك، أب لطفل، أخ أو ابن، كل مرة بشوف فيها عيلتي ممكن تبقى آخر مرة. الفرق الوحيد إنك مسؤول عن عيلة وأنا مسؤول عن أمن كل عيلة. وعشان تكون قد مسؤولية أمن 100 مليون مواطن، ما ينفعش تكون بني آدم عادي، لازم تكون دايما جاهز مهما كانت الظروف. مفيش مجال للتردد أو الخوف، لأن الغلطة عندنا بروح. لما بتعيش شايل روحك على كفك، حياتك بتكون مش ملكك، حياتك ملك كل واحد اقسمت انك تحميه. والقسم ده مش بس التزام، ده هدف بنحققه كل يوم. اقسم بالله العظيم ان احافظ على نظام الجمهوريه وان احترم الدستور والقانون وارعى سلامة الوطن وأؤدي واجبي. يمكن تكون حياتنا صعبة، بس رسالتنا تستحق، وإيماننا بيها بيهون علينا أي حاجة مهما كانت صعبة. عشان كده احنا دايما جاهزين وفي ظهر بعض بروح واحدة وهدف واحد، خدمة الوطن.